توفي والده وكان معه مال بلغ النصاب، يغلب على ظني أنه لم يؤدي زكاته، هل يجزي عن والده لو أخرجها؟ وهل يمكن إخراجها دفعات؟ توفي والده وكان معه مال بلغ النصاب، يغلب على ظني أنه لم يؤدي زكاته، توفي والده وكان معه مال بلغ النصاب، يغلب على ظني أنه لم يؤدي زكاته، هل يجزي عن والده لو أخرجها؟ إن شاء الله يجزي بإذن الله.